في السيدة عائشة في سوق الجمعة، بيقطع مسافة كبيرة جدا كل جمعة من اسكندرية للقاهرة عشان يجي ويورينا ويبيع الأشكال الحمام، وعنده أشكال مختلفة جدا من الحمام. هنعرف كل ده مع حضراتكم دلوقتي خلال هذا اللايف. وطبعا الحمام اللي قدامنا ده باين لحضراتكم ان هو شكله كيرلي كده، شبه الشعر الكيرلي، ولكن ده اسمه فعلا، اسمه الحمام الكيرلي. هنعرف اكتر عن تفاصيل الحمام ده وعن الامكانيات. هنعرف دلوقتي مع استاذ مجاهد البربري، خليكم معانا. هنعرف كتير من انواع الحمام اللي موجوده هنا، حمام نادر وكمان حمام غالي جدا، يعني موجود انواع حمام غاليه جدا هنا. هنعرف كل ده مع حضراتكم خلال هذا اللايف، خليكم معانا. ازي حضرتك؟ ازيك حضرتك؟ قول لنا بقى ده ايه؟ طبعا ان شاء الله النهارده هنحاول بقدر الامكان ان احنا نديكم خلفيه عن حمام الزينه واسعار حمام الزينه والاشكال الموجوده في سوق السيده عائشه اللي احنا نازلين بيها ان شاء الله النهارده. انا لفت انتباهي الحمام الكيرلي ده، هو يعني شكله مختلف وحلو. هو الحمامه دي بالذات لازم يكون التفتيله بتاعتها عاليه، يعني الكتف لو حضرتك طلعت لك دي انتهى، لازم يكون التفتيله دي موجوده. شايف التفتيله عامله ازاي؟ هو فعلا اسمه كيرلي ولا عشان هو بس شكل الشعر؟ هو اسمه مفتل او كيرلي عادي. اه تمام. الحمامه دي لازم تكون بالوضع ده. لو الحمامه ديت الكتف مش مفهوش التفتيله العاليه دي، ما يبقاش الحمام حر او تقليبه عالي. لازم يكون بالبرنيطه من الودن للودن، لازم يكون اللون ثابت كله ابيض، مفيش تلطيش في الجناحات او تلطيش في الديل اللي هو اللون تاني يعني غير اللون ده. ولازم يكون الكتف بالوضع اللي انت شايفاه ده، التفتيله العاليه دي. كل ما كان كده الله يخليك. تفاصيل دقيقه جدا. لا لازم ده مواصفات، لان الحمام ده ما بيخش معارض بيتقاس كل ده درجات، كل حاجه عليها درجه. حمام المفتل يعني الكتف، تفتيله الكتف دي عليها درجه، اللون عليه درجه، اللون ذات نفسه عليه درجه، دور بالعين عليه، السروال عليه درجه، كل حاجه في فرد الحمام عليها درجه. قرب. وده ده إيه؟ النوع اللي فوق ده اسمه نفاخ. نفاخ. كل ما كانت الحصله زي ما انت شايفه منفوخه كده واللون ثابت، يعني اللون مرسوم، الركب عاليه عن الارض، السروال اللي هو في رجله، الشراب اللي في رجله ده لازم يكون كبير زي ما انت شايفه كده. كل ما كان بالطريقه دي يكون تقليبه عالي وسعره عالي. يعني الجوز ممكن يوصل 2000 جنيه. والمفتل اللي هو المفتل ده عامل كام؟ اللي بكتف اصفر اغلى حاجه. اغلى حاجه الجوز يعمل 5000 جنيه. هو في منه الوان ايه؟ في منه كتف ازرق، في منه كتف احمر. جري هنا اهو، هجيب لكم حته هي تانية في كتف ازرق. دي انتايه. دي الالوان الموجوده اللي بتبقى موجوده منه عشان نعرف الناس. ده في كتف ازرق. في منه كتف اسود، في منه كتف اصفر، جميع الالوان. بس كل ما كانت التفتيله عاليه كل ما كان سعره عالي. يعني مش باختلاف اللون، السعر باختلاف اللون. اللون الاصفر اغلى حاجه، والواد صيد. الواد صيد بيبقى كتف ابيض وبقيه الجسم لون واحد. لازم يكون التفتيله دي عاليه واللون ثابت، ما يبقاش في تلطيش في الصدر هنا، تلطيش في الدماغ، تلطيش في الجناح. الجناح ده ما يبقاش فيه تلطيش هنا. برضو الديل نفس الشيء، ما يبقاش فيه تلطيش. لازم الكتف بس اللي فيه الدرجه اللي انت شايفها العاليه ديت من التفتيله. وانا واحنا جايين لحضرتك شفناك كده بتلعب بالحمام، حمام بيطير في الجو، حمام بيطير في الارض. عايزين نعرف بقى. ده نوع اسمه بهلوان. الشعب المصري عامه كله بيحب النوع ده، البهلوان. انا هطلع لك تجربه اوريك هو الفرد بيلعب ازاي. ده اللي بيطير في الجو ولا في الارض؟ ده اللي بيطير في الجو. بيلعب في العالي، يعني انا لو قعدت دلوقتي رميته لفوق ما يضيعش يروح هنا ولا هنا. لا احنا عايزين نشوف. بس رب ما يضيع بقى ويحرجنا قدام الناس. هاتوا هاتوا هاتوا. ده بقى اللي بيلعب في الارض. ده بقى اللي بيلعب في الارض. بس ده كل ما كان لعبه اكتر في الارض يا حبيبي، كل ما كان لعبه اكتر في الارض يعني يبقى تقليبه عالي. دي انتهى اهيت لسه شابه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي زي ما انت شايف كده بيلعب، تفضل تلعب. بس انا مش عايز ابهدلها عشان ده ممكن البهلوان تعور دماغها من كتر اللعب. ده السلاله ديت اللي هو احنا في سروال. انك بتلعبهم دايما. عايز تشوف تاني اللي في هي لعبها كده بس عشان ما تتبهدلش. هاتها بقى. ده النوع الهندي؟ لا ده بهلوان. بس انا مش عايز العبها كتير عشان ما تتبهدلش. ده بهلوان اللي هو بيلعب في الارض، التاني بيلعب في الجو اللي انا وريته لكم. سعر الجوز من ده اللي بيلعب في الارض 500 جنيه.
500 واللي بيلعب في الجو برضه في حدود 500 جنيه في حدود 500 جنيه وحسب المواصفات القياسيه بتاعته لو بيلعب لعب كتير يسوى اكتر من كده يعني في حاجات تسوى اكتر طب في برضه نوع تاني هنا لفت انتباهي جدا اللي هو كان شعره فوق لا ده اللي اسمه النمساوي ده اسمه ايه؟ ده اسمه النمساوي النمساوي عايزين نعرف برضو مواصفاته واسعاره النمساوي ده بقى مواله كبير خالص لان الحمام ده يعتبر مواصفات وشكل جميل فاحنا كغواية في مصر بنحبه اكتر حاجة الحمامة دي هي والبخارة هي فين البخارة هي البخارة اللي هي النوع اللي تحتيه بالظبط النوعين دول ليه اكتر نوعين بتبقوا ميالين ليهم هما النوعين دول عشان شكلهم ملفت يعني ارجعوا ورا يا حبيبي ارجعوا ورا اقعدوا كده بص فرد الحمام عامل ازاي واو ده فرد الحمام واقف بيستعرض نفسه شكله جميل ايوه طبعا بس انا مش عايز انا عشان هيرمي نفسه اهو لا ما تسيبوش يعني مش هيطير جامد بس يعني شكل اهو قرب منه هيبان معاك اكتر كده اهو النمساوي ده النمساوي ده الجاكوبين الاسم العلمي جاكوبين الجاكوبين. لازم تكون الفوطه مقفوله على الدماغ فرد الحمام رجله قصيره بس يعني انا شايفه فرد الحمام رجله قصيره على الارض الكرك بتاعه مقفول الريش اصلا قافل على عينه هو بيشوف ازاي هو لازم يبقى هو ربنا خلقه كده بس احنا ساعات بنعمل ايه بنقص اللي حوالين وشه عشان يشوف يبقى ظاهر يعني يعرف يشوف الاكل من بس هو الطبيعي بتاعه ربنا خلقه بيه ان هو كده دي طبيعته احنا بنعمله فيه كده تمام يعني لو عملت اربع زغاليل ب 4000 جنيه يبقى فيه استفاده ولا لا يبقى دي فيها استفاده لاي واحد بيربي النوع طبعا نفس الشيء ينطبق على الحمامه اللي قدامك دي انتاج مصري دي انتاج ده اسمه لونج فيس ده احنا بقى ايه السلاله جايه من بره ده الانتاج مصري ولا ده ولا ده لا ده احنا انتاجنا دي الاهالي كانوا جايين من بره من المانيا ده لونج فيس ده زغلوله هو لسه عيل صغير اهو بص واقف على ايده اهو مش كبير يعني ده انتاجنا هنا يعني مثلا الجزء الكبير اشتريناه ب 3000 مثلا الزغلولين زي دول بيعملوا في حدود 1000 1000 ونص يبقى انا استفدت منه ولا لا طبعا استفدت الاستفاده بقى بتطلع دي تجاره مربحه جدا يعني بتعمل حاجه يعني دوره الشباب. انتاجيه الدوره الانتاجيه ديت استفاد منها وغيري استفاد منها انا لفت نظري ده قوي الابيض شكله حلو الابيض ده بخاره حمامه منظر جمالي وبتمشي في الارض زي يعني لو سبتهم لك في الارض عادي هيمشوا في الارض اهم ما تخافش ان هم يبعدوا يعني لو بعدوا عشان احنا قصينهم هيبعدوا بس مش بعيد قوي انا عايز اعرف ده سعره كام شكله مبهج قوي ده بخاره بس انا عشان يعني ما اجرهمش ونجروا وراهم كتير لا مش عايزين انا ممكن اسايب كل الحمام بالوضع ده يفضل ماشي في الارض ده بيتربى في الجناين في اوروبا وفي الحتت دي بيبقى منظر جمالي قلت لي اصلا ان معظم الحمام ده جاي من بيبقى جاي من كله جاي من الفرع بقى ناخد بالترتيب كده نتكلم عن حاجه حاجه من الحاجات الموجودين ده برده ما اتكلمناش عنه ده بص يعني فرد حمام زي ده جاي من معلش في ده في لون ابيض ولون تاني ما هو ده نمساوي بس ملون زي التايجر كده اللون اللي هو واخد كذا نقشه كده في جسمه تمام شوف بقى اللي غيره منظر جمال كل ده منظر طبعا. جمال كل اللي انت شايفه ده منظر جمال ده فرد حمام جاي من بره لابس دبله بره الدبله اللي جوه دي انا نسيت اقول لك قصتها في دبله فعلا اللي في رجله دي بتعرفك عمر فرد الحمام واسم الغاوي وبلد الغاوي حلو ليه بيبقى هو زغلول لسه لحم بنركب له الدبله دي في رجله يعرفني ان انا اللي بايعه انا اللي بايع فرد الحمام مثلا بيبقى اسمي على الدبله رقم تليفوني ده بجد السنه فيها اهو اسماء هنا يعني ده مواليد 2018 اهي 18 ده حلو جدا حلو ورقم الأطفال. الدبله بالتسلسل بتاع الدبله ورقم تليفوني الغاوي شوف ايه ده بيطير في الارض لازم بس حد يخوفها لها ماسكه معينه اهي كده اهي اللعبه واو ده اللعب بتاع بس ده قلبه من نمسا بس الجمال ده دي سلاله معينه بس حمام بيطير جامد خف يعني شعره او الحمامه دي اسمها مرهد الجزء منها يعمل في حدود 1000 جنيه الزغلولين يعملوا في حدود 600 جنيه او 500 جنيه دي سلاله برضو لازم الرسمه الدماغ هو ارجع لورا كده اقول لك على حاجه في فرد الحمام بس مواصفات معينه يعني دي انتايه اهي لازم الدماغ تبقى نفس لون الديل وما ينفعش يكون في تلطيش يعني هنا في عيب اهو دي الريشه دي تعيب فرد الحمام فعلا اهي برضو ده للناس المهتمه بالحاجات دي اللي بنسموها في الغوايه لطشه اللطشه ديت يعني بتنزل من سعر يعني لو الجزء ب 1000 جنيه وفي تلطيش ممكن يوصل 600 جنيه فعلا. عشان التلطيش اللي فيه ده لازم يكون الدماغ فقط لا غير مع ان انا مثلا والدي. او اي حد مش فاهم ولد شكلها حلو شكلها حلو لكن هي ده في
في عرف الغوايه او كده لازم يعيبوا الفرد حضرتك بقى لك سنين في الموضوع ده إيه؟ اتكلم ده المصري ده المصري لا ده الاهالي جايه من بره بس دول انتاجنا احنا بقى يعني الاهالي جايه من بره يعني مثلا الاب والام جايين مثلا من المانيا دول فرخناهم هنا دول انتاج هنا انتاج مصري دول انتاج مصري يعتبر تمام وده بخارة ده برضو بيجي من بره من المانيا وبلجيكا الحمام دوت برضو منظر جمالي بيمشي في الارض كده منظره منظر جمالي حلو جدا تعالى بقى عايزين نشوف برضو اللي هناك مع حضرتك تقريبا اتكلمنا مع